يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المقدار الذي تقطع به اليد بالريال السعودي؟ المقدار 3 دراهم إسلامية، 3 دراهم إسلامية فضة، 3 دراهم فضة إسلامية. تسأل الصيارفة عن مقدارها في الأوراق النقدية اليوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أنت تبي تقطع يد، هذا من شأن القضاة، ما هو من شأنك، هذا من شأن القضاة اللي يحكمون بالقضاء. الإنسان اللي قاضي فانتسى له الخبرة. نعم.